أري والله إلا عذبكم، إلا عذبكم على الكوثر الجاري، على الباري، على كله والله العظيم إلا خليكم تضربون رأسكم بالحائط. هذا الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، كله بخاري. ماذا يقول أخوان؟ يقول هنا أمامكم على الشاشة، يقول حفظت من رسول الله، الله أكبر يا ربي، حفظت من رسول يا رسول الله، يا رسول الله، الله تبارك وتعالى قال بلغ، ولكن هؤلاء لا يقبلون، الخلفاء لا يقبلون، الولاة لا يقبلون أن ينشر الخير الذي جئت به يا رسول الله. يقول أما الآخر فلو بثت قطع هذا البلعوم. يقول هنا بثته، ماذا يقول؟ اسمع اسمع، خلي أضع لكم، أضع لكم. يقول فإن قلت أي ما هذا الوعاء الذي لو بثه قطع حلقومه، شنو هذا الوعاء؟ يقول قلت إيه يا الله جاوبنا. يقول هو ما يتعلق بأمر الخلفاء. الله أكبر، ما يتعلق بأمر الخلفاء. الآن ترقيع من هو؟ قال الخلفاء والفتن التي وقعت من بني أمية. زين بالله عليكم أخواني، أخواني هو عاصر بني أمية؟ شوف شوف، ثم قال من مخالفة معاوية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. شوفوا هذا الترقيع، تبين أمامكم على الشاشة. يقول أن أبا هريرة لا ينشر الوعاء لأنه فيه فضيحة بني أمية ومخالفة معاوية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. زين سؤال، هو معاوية من اللي ولا معاوية من الذي ولا؟ اللي ولا عمر، صح؟ معاوية اللي ولا عمر. زين لو أبو هريرة، عمر جاء بمعاوية وأبو هريرة يفضح معاوية، مين اللي يقطع رأس أبو هريرة؟ أعيد أعيد، من الذي جاء بمعاوية؟ عمر. الوعاء يفضح من؟ بني أمية ومخالفة معاوية أمامكم. طب لو راد أبو هريرة يفضح معاوية، مين اللي يقطع رأسه؟ جاوبوا جاوبوا، ما تخلصون منها. زين أرحب بالسيد ميثم الموسوي وبالأخ أحمد الإمامي. طيب الآن خلي أقدم لكم الأخوة وبعد ذلك تجيبون على الأسئلة. بارك الله بكم. موجودين موجودين يعني الجماعة كحد موجود؟ ايه ايه موجودين، صلوات على محمد وعلى. طيب اول شيء عبد، عبد رب، تفضل عبد رب. السلام عليكم ومساء الخير. هلا هلا عليكم السلام اخونا الحبيب. اخونا الحبيب مين هم؟ انت اعتقد انك طلت في هذا الحديث، يعني ما هي معقول ثلاث اربع حلقات؟ اي ما غير اريد اعرف شلون انام، غير اريد انام، اريد اعرف من هؤلاء حتى انام مرتاح، مدى نام أريد أعرفهم. أنت ما وجدت في كتب السنة إلا هذا الحديث يعني؟ ما وجدت، أنت دور وطيني، أنت أعطي. إحنا نريد، إحنا سنة، إحنا سنة الآن نصف السنة، يعني إحنا صايرين الآن أهل النص والجماعة، نصفها ماكو، ما في ما في، طارت ويقطعون بلعومنا. شنو السبب؟ ما أعرف، مظلومين. أنا أبو هريرة ظلمنا، أبو هريرة مظلوم، يقول أريد أبث وما يخلوني. انا اذا بث اخونا، انت الان انت قرات تفسيرات الحديث؟ اي اقراها كلها، اقراها كلها انت. لا لا، انا ما ازيد على ما قاله العلماء. ابن حجر عندنا علامه، ايه، ويعني احنا بالنسبه لنا بعض المسائل بعض المسائل كلها عده تفسيرات، فالله أعلم يعني إيش
الطينة يا هو أنا أقبل أجثو على ركبتي أتعلم منك ومن غيرك، بس أعطوني كلام منطقي. أنا أبو هريرة، أنا مين؟ أبو هريرة. أنت منو؟ أبو بكر. أنا أريد صاحبك النبي محمد صلى الله عليه وآله، أريد أن أقول لك قول صديقك، وقول صديقك طيب، ليش تقطع رأسي؟ ليش؟ شوف الحديث هذا اللي ذكرته أنت، العلماء علماء أهل السنة يعني ذكروا ما ذكرت أنت في الكتاب. إحنا ما عندنا أكثر من كذا. إيه مينهم مينهم اللي قطعوا رأسي؟ رأسي بس رأسي. بس ليش؟ مين اللي قطع رأسي؟ ليش الانتقائي هذا؟ يعني ما يعني إحنا الحديث اللي عندنا عمك. أنت لازم ما تختار الحديث اللي عندنا في كتبنا. أنت ليش ما ترجع برضو يعني من العدل؟ عبد رب عبد رب، من الذي حرق أحاديث رسول الله؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ما في أحد. كيف أن في تذكرة الحفاظ الذهبي في الجزء الأول صفحة 7 ألم يذكر أن أبو بكر جمع 500 حديث لرسول الله وحرقها، وغيرها من الكتب أن عمر أيضا حرق أحاديث النبي؟ طيب الذي حرق أحاديث رسول الله هذا يخاف منه أو لا؟ عمر ألم يقل للصحابة إنكم ستأتون قوم لهم دوي كدوي النحل بالقرآن فلا تصدوهم بالأحاديث؟ يعني ترى ما يراد لها فهلوة، يعني عمر ما يريد الأحاديث. عمر يقول أمام النبي حسبنا كتاب الله. طيب أبو هريرة واضح يقول أنا عندي أحاديث من النبي. عمر نفسه يقول لأبو هريرة، يقول له إذا سمعتك تتكلم عندما كان يتحدث بأحاديث النبي لألحقنك بأرض القردة، أرض دوس، أحطه ويا القردة يربطه. زين إذن يخاف من من؟ تفضل جاوب. خلا شوف الفاروق. لا لحظة عبد رب، أنت إنسان مؤدب. خلا شوف الفاروق. حياك الله. أنا جاوب بإذن الله. أول اللي قال الشيخ أحمد إن عمر رفض، نعم رفض، ثم أمر أن يأتي كل شاهدين عشان تتلى الأحاديث، ما في مشكلة. فهو رفض، بعدين أمرهم بتلاوة الحديث. أبو هريرة هو نفسه من قال كما قرأت أنت إنه كان حافظ، مو مكاتب، كان حافظها، حافظها. يعني أبو هريرة كان ما ينسى يحفظ. فهو علي رضي الله عنه وأرضاه. تقول لي كيف؟ أقول لك لألا تقول العرب أستاذ الكريم أنه عندما مسك الإمارة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وأصبح أمير المؤمنين، جعل أصحاب محمد يروون أحاديث لم تروى من 20 سنة، ما رويت إلا عندما استلم الحكم، فخاف ألا تتكلم العرب. نعم أنا جبت لك منه. عندك أحد غير علي بالدليل؟ تفضل سيدي. اللي منع أبو هريرة علي بن أبي طالب لأنه تقول العرب جعل أصحاب محمد يروي عن محمد أحاديث في صالح. طيب. يعني علي، لحظة يعني لما قالوا أمراء السوء علي بن أبي طالب هو أمير السوء؟ لا حاشا من اللي قال هو يقول هو قال الآن كلهم يقولون أن الوعاء لا تهرب إلى موضوع الفضائل. لا 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 اسمع، أنت قلت أن الذي منعه علي عليه السلام. الآن بغض النظر عن السبب، علماءك يقول أنه أراد أن يفضح أمراء السوء، إذن علي بن أبي طالب هو الذي منعه، إذن هو من أمراء السوء، تقبل؟ لا 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 لا. طيب الآن علي بن أبي طالب، لحظة أخوني، الله يبارك فيك. الآن تقول موجودة من زمن، إن العالم ما يستدل به في التشريع. أخي العزيز، هو قول عالم يشمله، اجتهد، أخطأ، مشكلة. أنا أقول لك أخرج لي حديث أبو هريرة الآن وأقرأ أمام الناس، وأنا أقول لك الأسباب التي أدت إلى علي أنه يقول له لا تقولها.
خوش. لأنه لو قالها لعابت عليه العرب كما قال محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلي أكثر من يتبع النبي. الآن لا راح نفكك وياك العبارات. هدوء هدوء. محمد يقتل أصحابه. هدوء 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 هدوء. تفضل سيدنا وبعدين. بلا مقاطعة. أن تسكت دقيقة واحدة فقط، لا تقاطع ولا تتكلم. قلت إن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي نهى أبو هريرة عن الحديث. طيب، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام الآن خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله حينما حدث أبو هريرة ما أراده أن يكتب، بل أراد أن يتحدث. فعلي بن أبي طالب الآن بزعمك خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله، صح؟ لا، غير صحيح. كيف غير صحيح؟ يعني حينما نهى أبو هريرة، أبو هريرة لحظة لحظة الأحاديث من 20 سنة يا أخي العزيز، فهو ماشي ماشي على أبو هريرة القول، أبو هريرة يلتبس علي القول. أبو هريرة هذه الأحاديث إلا في حكم علي أمير المؤمنين، لا في حكم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. 20 سنة لما مسك الحكم علي طلع أحاديث أبو هريرة تدم الأمويين، فالعرب راح تفتكر أن هذا خداع. طيب أوقف لحظة، أوقف سيدنا سيدنا لحظة لحظة لحظة، هدوء 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 هدوء، خلاص اسمع اسمع اسمع. الآن أنت قلت أن أبا هريرة أخفى الأحاديث إلا أنه أخرجها في زمن علي بن أبي طالب، صح؟ هذا قولك. نعم، أنت تقول إن ما قالها إلا في الأمويين. أنا قلت وين أنا ما قلت هذا الكلام. لما أنت تقرأ كلام العالم لما قال هذه في عهد الأمراء الأمويين لما علي خالف معاوية، يعني هذا قولي لو قول السنة، قولي لو قول السنة. والله حجي وعد لخبطت العالم، أنت تستدل باستدلالات أنت ما تؤمن فيها يعني. لا لا اسمع، هذا قول السنة يقولون الآتي. أنا وضعت الآن، أنا أقرأ لك الآن هذا على الشاشة، أقرأ لك على الشاشة، وهذا شارح للبخاري. شوف أنت أيضا انظر، معذرة سيدنا حتى تكون بالصورة. هذا الحديث يقول: هذا الوعاء الذي لو بثه قطع حلقومه، قلت ها هو ما يتعلق بأمر الخلفاء والفتن التي وقعت من بني أمية. طب اقرأ الحديث اللي فوق، خلنا نقرأه. هذا اللي فوق الحديث خادم يقول عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. هو هنا قال عن أبي هريرة، هي أنا يشرح: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله فاستعار، وأما أحدهم فبثته. ثم قال: هو النشر والبلعوم، وفسره البخاري بمجرى الطعام. ثم قال: فإن قلت ما هذا الوعاء، قال: يتعلق بأمر الخلفاء التي وقعت في زمن بني أمية. يلا تفضل تشرح لنا يا أي أبو هريرة كتم الوعاء الآخر الذي يتعلق ببني أمية ومشكلتهم مع علي. حلو حلو، اسمع اسمع الآن. هدوء هدوء هدوء. إذن أبو هريرة لو نشر، لا لا تقاطع لا تقاطع، أنا أصبر، أنا أفكك، أنا أفكك عباراتك. اسمع الآن، أبو هريرة لو أذاع هذا في زمن أبي بكر وقال أن بني أمية هم خلفاء السوء، شو يصير فيه؟ شو يصير؟ العرب تقول علي ما جعل أصحابه في زمن في زمن بابا، لا تهرب في زمن أبي بكر، أعوذ بالله من هؤلاء. اسمع اسمع، سألتك أنا أبو هريرة في زمن أبي بكر قلت أن خلفاء السوء وأمراء السوء هم بني أمية، شو يصير فيه في زمن علي؟ شلون أبو بكر يا معود؟ أبو بكر في زمن أبو بكر إيش فيك أنت؟ في زمن أبو بكر إذا قال الحديث اللي أخبأها يعني؟ في زمن أبي بكر، اللهم افرغ علينا صبرا. في زمن أبي بكر، أنا أبو هريرة، عاني أبو هريرة، في زمن أبي بكر
أريد أن أنشر أن خلفاء السوء والخلفاء الظلمة واللي يفسدون في أمة محمد هم بني أمية. شو يسوي لأبو بكر في زمنه؟ نشرها لكن لحظة، نشرها هو أبو هريرة لكن ما قال قولك ذا، لأن الرسول ما قال، قال تقتل عمار الفعل باغية. من نشر هذه الأحاديث؟ وين نشرها؟ في لحظة، لحظة الإمارة، هدوء هدوء لحظة وعد. أنا تسألني لحظة لحظة، أنت تقول نشرها، وينها وينها نشرها؟ وين وينها نشرها؟ فينها نشرها؟ فينها فينها فينها؟ تقتل عمار الفئة الباغية، هذه من الأحاديث اللي كان هو شو اسمه أخفاها في عهد علي والأمويين. من قال هذا الكلام؟ من قال؟ مرت 20 سنة، ناس ماتت، ناس لا لا لا، هدوء 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 هدوء. من قال هذا الحديث؟ نشره في زمن علي؟ حجي وعد، انت بدأت تجاوبني على السؤال. انا قلت الان هذا الحديث عمار تقتله الفئه الباغيه يا ابن الحلال. اسمع اسمع، هدوء، لا تهرب من الموضوع. انت قلت انه نشرها، انت تقول انه نشرها، وقلت ان عمارا لا حول ولا، ما يخليني اتكلم لان يدري حمسك. لا اسمع، لا لا تقول لي، راح تقول لي المهدي هرب وما اعرف ايش، هاي الشبهات كلها تعالنا. اصبر 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 اخونا، لا تهرب من هذا الموضوع زين، الزامك اللي تلتزم به. انت قلت الاحاديث، هذا اخر فرصه اعطيك حتى ما نتعب الجمهور الان. ابو هريره لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، أبو هريرة الآن نشر هذه الأحاديث، فأنت قلت أن من هذه الأحاديث التي نشرها هو حديث عمار تقتله الفئة الباغية، صح؟ وبوم، أعطيتك بوم. بوم شنو بوم؟ بوم حق الثلاثة عبد الله. هذا مو صحيح. تصاحي عزيزي. حجم رحتك، حجم رحتك، ما رحتك أبو باقر. الآن أبو هريرة يقول كتمته، يقول هذا الوعاء لا ابو، لا لا، هو شنو علاقته ابو هريره هذا عن ابن عباس؟ شنو علاقته؟ وانت تقول لا لا، هو لازم انا اقرا. انت تقول ابو هريره تحدث بها وهو يقول كتمتها، من الصادق ام الكاذب؟ انت ام ابو هريره؟ يلا هذا قبل هذا، قبل هذا الدين اقرا لنا. لحظه لحظه، شوف اولا هاي هاي البوم جتك، البوم الان جتك البوم. اولا من الصادق ام الكاذب؟ اريدك تتادب في كلامك لو سمحت، هذه قناه محترمه بارك الله بك. الان اقرا لي حديث عمار عن ابي هريره، تفضل. نبي الله وعد، اقرا لي حديث، حديث عمار تقتله الفئة الباغية عن أبي هريرة، تفضل. موجود عن ابن عباس عن أبو هريرة، وأجيب لك ما في. تفضل تفضل، اقرأ اقرأ، خلي نقرأ، خلي في عهد من تفضل 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 الآن اقرأ لنا الحديث وبعدين نعبر إلى موضوع ثاني، تفضل. حجي وعد، أنا طلعت لك من الوعاء اللي أخفى منه حديث وذكرت لك. إيه اقرأ في شو اسم الكتاب؟ 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 اسم الكتاب اللي فيه شو اسم الكتاب؟ الصحيحين. لحظة لحظة في لحظة، في المستدرك على الصحيحين، اقرأ. طيب جاوبني أمام الناس. اقرأ 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 الحديث كاملا عن أبي هريرة في المستدرك على الصحيحين، تفضل أخونا. حاضرين، بس أنت ليش ما تجاوب؟ ما يخالف، اقرأ الحديث وبعدين. مين اللي منع أبو هريرة؟ أخبرتك من اللي منعه. من علمتك ان ذكر احاديثنا ام ذكر احاديث؟ من ما اخبرتنا؟ ما اخبرتنا من ما اخبرتنا من؟ قلنا لك خاف علي كما خاف محمد عليه افضل الصلاه والسلام. من الذي منعه؟ من الذي منعه؟ من الذي منعه؟ من الذي من الذي منعه ان ينشر الاحاديث؟ شنو اسمه؟ حجي وعد، انت ليش ما انت قاطع يا اخي؟ من الذي منعه ان ينشر؟ هذه اخر فرصه، من الذي منعه ان ينشر الاحاديث؟ يا اهل السنه بالله عليكم، اهؤلاء من يمثلونكم؟ يا اهل السنه اين علماؤكم؟ حج اسمح لي، حج الان اخواني الاعزاء، الاخ يفتخر ويضرب مفرقعات لانه قال ان ابو هريره حدث بحديث الفئه الباغيه، هذا الحديث معلوم غيره حدث به، فلماذا يكتمه أبو هريرة إذا كان غيره قد حدث به؟
إذن القضية رجعت عليك الآن، إشكالك سقط، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، لو سلمنا جدلا إن أبو هريرة هذا الحديث من الأحاديث التي كتمها، طيب الآن هو حل كيس واحد، فخرج لنا من هذا الكيس ما يقارب 5000 حديث عن أبي هريرة، وبالضبط بالضبط تقريبا 4026 حديث من الكيس. إذن الكيس الآخر إذا لم يكن مساويا له أيضا هم بالأربعة آلاف حديث، يعني هاي هي من 4000 حديث سمعها من النبي. اسمع لا تقاطع لا تقاطع، أنت تعرف وين راح أوصل وياك. أنت شوف 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 حاجي، لا تستخدم، أدري أنه الموضوع موجع، اهدى اهدى خليك كمل وأعطيك. لا تستخدم هذا الأسلوب يا أخوي، لا جلود الغنم إيش لا 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 أنت لأن ما تفهم، لأنه يقول حفظت مو معناه وضحها بكيس، هو قال حفظت يعني بدماغه، دماغه الكيس ودماغه، ايش فيك انت شغل دماغك؟ يقول حفظت يعني ابو هريره حافظ عنده دماغه صار كيسين، كيس يبثه وكيس يخفيه، فالكيس مو معنى علاقه نايلون، افتهمت؟ ها شلون بالهويه ذولا حجي الان؟ هو ابو هريره، ابو هريره قال كيسان كيسان يعني ساوى ساوى يا الله عليك دسكت. لا ليش تقاطعوني من اتكلم انا ما ادري الان يا اخي العزيز، يا اخي العزيز نقطة نظام اسمع ارجوك. يعني لا لا لحظة لحظة اقول لك، لان لما يقول وعاء يعني شو عنده قوطية حاط بها الاحاديث؟ شوي شغل دماغك حجي. فتسؤال وعاء يعني الذي يحفظ الـ 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 السائل، هذا الوعاء الذي يحفظ الشيء ودماغه يحفظ الأحاديث، فعبر عن دماغي وعبر عنه بالكيس أو الوعاء، يعني حتى يعني راد أسوي لي مدرسة مال طبخ مال جدورة مال كياسة. تفضل سيدنا تفضل حجي. الآن سؤال على السريع، الآن أبو هريرة عنده كيسان أخوان الأعزاء، الكيسان الكيسان شوف طبعا بس اتكلم انا قاطع لان يعرف راح لزمه من بلعومه، والله لزمه من بلعومه مثل ما ابو هريره يريد يقطعون. الان لا تقاطع ولا تخلي، لا ترفع الكتم ولا طردتك، لا ترفع خليك كمل واعطيك. لا خلينا نستخدم غير اسلوب يا رجل، كل مؤدب كل مؤدب، انت ولا هاي الحريه بقنواتكم بصفة وبصاد، خلونا نتكلم يا أخي أصير أخونا خلي يكمل يا حبيبي، خلي يكمل خلي يكمل بابا اهدى، أنا أدري الموضوع موجع وأدري بكم تتألموا. الآن حج وعد حج وعد حج وعد، أبو هريرة قال كيسان، هل قال كيس ونصف؟ هل قال كيس ونصف كيس وربع أم قال كيسان؟ وعاءين قال وعاءين أم قال وعاء ونصف؟ قال وعاءين، يعني وعاءين يشبه أحدهما الآخر، أما أحدهما فحللته بثثته والآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. طيب الوعاء الأول حينما حله خرج لنا من عنده 4026 حديث لأبي هريرة، الأخ يفتخر، بقى عندنا الكيس الآخر أيضا فيه ما يقارب 4026 حديث، طلع لنا حديث واحد من 4026 حديث، يلا وين البقية مال الكيس؟ عندك 4000 حديث في الكيس الآخر وين؟ سيدنا 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 هذا الكلام كله كذب، لماذا؟ لأنه حديث عمار تقتله الفئة الباغية مروي عن أبي سعيد عن غير أبي هريرة، فمعناه أنه هذا الوعاء ما مخفي، بدليل أن غير أبو هريرة يعرفه، فهو هذا الحديث المقصود. ليش؟ لأن غيره قد رواه منتشر، بدليل أنه موجود عن أبي سعيد، موجود عن ابن عباس، موجود عن فلان مع فلان، فمو هذا الحديث المقصود، لكن هاي ترقيعات. لذلك أنا أقول له شوف أخواني، بالنتيجة بالنتيجة عندما يلفون ويدورون ما عندهم إلا يطعنوا بعلي بن أبي طالب عليه السلام، لماذا؟ لأن عندهم أصنام، هم عندهم أصنام. أبو هريرة والله هذا الموضوع سيبقى كالطوق في أعناقكم، اسمعوا، أبو هريرة قال عندي وعاء لم أستطع أن أبثه لأن الحكام يقطعون بلعومي، أنا أقول الحكام وما قال. طيب من الذي يقطع أبو هريرة بهذا الحجم، بحجم صديق النبي وأكبر راوي يعني وزير الثقافة؟ وهذا السؤال اللي يريد أطرحه الآن 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 السؤال السؤال أخواني،
كما يقول ابن حجر الآن في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، يقول لقطع هذا يعني رأسه وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثوا على أحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء، أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية. طيب الآن يعني أبو هريرة لو صرح بخلافة يزيد بن معاوية وإنه من أمراء السوء يقطع رأسه. طيب السؤال، هل أبو بكر إذا صرح أبو هريرة بأن يزيد من خلفاء السوء هل أبو بكر يقطع رأس أبو هريرة؟ لا. طيب هل عمر يقطع رأس أبو هريرة؟ لا، ما له علاقة بيزيد. هل عثمان يقطع رأس أبو هريرة؟ أنا أقول لا. طيب هل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لو صرح أمامه أبو هريرة إن رأس الستين وخلافة الصبيان وأمراء السوء هم يزيد يقطع رأسه؟ لا. طيب من اللي بقى؟ لا، إذا هو سيدنا، إذا أنا النبي حملني أمانة ونقلت هذه الأمانة وأبو بكر وعمر وعثمان يقطعون رأسي، إذن دول ما هو سنة. ليش؟ لأن أنا إذا أنقل الأمانة اللي هي سنة، إذا ليش يقولون أبو بكر سني وعمر سني وعثمان سني؟ فمن الذي يقطع رأس أبي هريرة؟ هو هذا السؤال اليوم، هذا سؤالنا، من الذي يقطع رأس أبو هريرة؟ من؟ تفضل حسام. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذنا الكريم، عندي سؤال عن آية قرآنية. لا احنا موضوعنا من اخونا يقول لو بثته لقطع هذا البت. سني يعني امي سنية بي شيخ. امي سنية. يا حبيبي شكرا لك، لان عندنا احنا موضوع وما نريد نخرج عن الموضوع. تفضل اخونا صقر. شكرا لك اخونا حسام.